من بيروت ينضم إلينا الآن عبر الهاتف جورج عايس النائب في البرلمان اللبناني. سعادة النائب مساء الخير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أنتم كنواب في أو عن حزب القوات اللبنانية رفضتم المشاركة وأعلنتم عدم المشاركة منذ ما قبل هذه الجلسة وليس اليوم. بداية، لماذا رفضتم المشاركة؟ مساء الخير لارا. أولا عدم مشاركتنا يعني نابع من مواكبتنا أولا لنبض الشارع ونبض الثوار، وثانيا لقناعاتنا بأنه يجب أن يتغير شيء في هذه السلطة، وأنه تراكم الخيبات الطويلة والمرارة الطويلة عند اللبنانيين على مدى عقود منذ الحرب اللبنانية وحتى اليوم، يعني في أجيال نشأت بتروما الحرب وبتروما ما بعد الحرب اليوم فجرت غضبها، وهذا جيل الثالث أنا برأيي جيل أبنائنا اللي رافض الاستمرار بهذا النهج من الاستئصار وهذا النهج من المحاصصة والذبائنية الذي يعني لا يأبه لا بإرادة الناس ولا بأبسط حقوقهم. الناس عم بيكسروا حواجز ونحن سعداء كجهة سياسية بأنه الشعب أصبح واعي تماما إلى ما يريد وأصبح يعني بمتناول حقوقه. نعم. حجبت عنه طويلا. طيب. هذه هي قراءتنا فعلا عميقة جدا. المتغير اليوم في لبنان ليس أنيا وليس عابرا ولا يمكن كتمه أو إجهاضه أو التآمر عليه أو حتى قمعه. طيب سعادة النائب، المشهد اللي رأيناه اليوم بالشارع بمقابل طبعا المشهد داخل البرلمان، ما الذي يمكن أن يفهم منه؟ يعني أظن أنا الدعوة التأكيدية لعقد جلسة تشريعية عادية في زمن استثنائي وفي زمن يعني كل شيء في لبنان يتغير وكل شيء في لبنان ينهار تحديدا على المستوى الاقتصادي والمعيشي، يعني هذه الإرادة عند البعض عند بعض الجهات السياسية بأنه لا نحن بدنا نوحي للناس أنه قادرين نشرع وقادرين هيك نرجع إلى تطبيع الأوضاع العادية رغما عن إرادة الناس ودون الاستماع لهؤلاء الناس، كان خطأ أظن يعني دفع ثمنه من أراد عقد هذه الجلسة. نحن كنا عم نقول أنه أولوية اليوم هي لتشكيل حكومة، تشكيل حكومة إنقاذية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية من الطبقة الحاكمة التي سقطت في الشارع وتتمتع بالكفاءة والنزاهة. إذا ما فهمت أو إذا ما فهم أولياء الأمور ومن بيدهم أمر تشكيل هذه الحكومة إلى حراجة وضعهم أولا كحكام وثانيا إلى ضرورة وإلحاح تشكيل مثل هذه الحكومة، نحن فيتين بنفق يعني لا نعرف كيف طيب. سعادة النائب، يعني بالانتقال من موضوع التشريعي أو موضوع المجلس النيابي بشكل خاص إلى الموضوع القضائي، نحن أيضا نريد أن نستفيد من خبراتك بهذا المجال كذلك، والحديث عن أنه ما الذي يجب أن يكون دور القضاء اليوم بهذه المرحلة، بظل مثلا كان في حديث عن أنه دور القضاء بموضوع أصلا مخالفة الدستور، بموضوع وضع الأولويات الآن، بكل هذه الأمور ما هو الدور المسموح والذي يجب أن يكون فاعل؟ القضاء اللبناني يعني عانى كثيرا في السنوات الماضية ودخلت إليه السياسة بشكل فاقع وسلطوي جدا، ومع الأسف يعني هناك بعض القضاة اللبنانيين الذين سايروا السياسي وسايروا الزعماء السياسيين ونالوا يعني بالتشكيلات القضائية المراكز الحساسة، في حين أن أكثرية وهم أكثرية القضاة الشرفاء النزيهين يعني أقصوا عن المراكز المهمة. نحن كتكتل جمهورية قوية منذ ما قبل اندلاع الثورة اللبنانية كنا قد تقدمنا مع نواب آخرين باقتراح قانون لاستقلالية السلطة القضائية، وكنا في لجنة الإدارة والعدل على قاب قوسين أو أدنى من الشروع في مناقشة هذا القانون
تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره. وساعة إذن يمكننا أن يعني نتحدث فعلا عن إمكانية تحقيق القضاء العادل الناجز في لبنان، وهو مدخل أساسي وشرط لازم أولا لمكافحة الفاسدين، ثانيا لوقف الطريقة السائدة في إدارة المال العام، وثالثا لحماية الحرية. ماذا حصل بمشروع القانون هذا؟ لا يزال في أمام لجنة الإدارة والعدل، وأظن أنه فور تمكننا من العودة إلى ممارسة نشاط النيابي سيكون هذا الاقتراح الأول على طاولة لجنة الإدارة والعدل، وبأقصى سرعة نرغب بأن نحيله إلى الهيئة العامة. أيضا يعني ما زال من غير الواضح سعادة النائب هي يعني الأولويات أو القوانين التي توضع على طاولة مجلس النواب، وقت أنه البعض يقول أنه قانونيا يجب أن توضع الميزانية الآن لمناقشتها، البعض يقول أنه لا توضع مشاريع القوانين التي وعد بها الحراك الشعبي، البعض يقول أنه بموجب الدستور لا بعد استقالة الحكومة دور البرلمان ليس للتشريع. بس يعني هذه الصورة أيضا نريد أن نستفهمها. إيه يعني ترتيب الأولويات يعني هو على الشكل التالي برأيي، أولا تشكيل الحكومة وبالشكل الذي يطالب به الجمهور العريض المنتفض في لبنان والسائر في كل أحياء وشوارع ومدن لبنان. هذه الحكومة يعني يجب أن تطرح على المجلس النيابي رؤيتها الإنقاذية الاقتصادية والمالية والنقدية، بالتوازي مع ذلك يصبح بمقدور المجلس النيابي من مناقشة وإقرار ميزانية 2020 سريعا لكي يتمكن أولا من الحصول على مساعدات وقروض مؤتمر ساد، وضخ بعض السيولة في الأسواق المالية اللبنانية، وما أحوجنا إلى هذه السيولة اليوم في ظل هذا النقص الحاد في السيولة. وبعد هالأمرين هودي الملحين جدا ولا يحتملان أسابيع، أنا برأيي يعني ما عندنا طرف الوقت، يجب أن تشكل هذه الحكومة ويجب أن يتم إقرار الميزانية في غضون أسابيع قليلة، وبعد ذلك بإمكاننا أن يعني نبدأ بالورشة التشريعية الكبرى استكمال كل قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ولكن العبرة دائما تبقى في التنفيذ، ومن ينفذ هذه القوانين هو القضاء العادل الشفاف. طيب. البعيد كل البعد عن تأثير السياسة. بما أنه عدنا إلى موضوع القضاء وأنتم اقترحتم قانون أصلا في هذا الإطار، كيف يمكن بالتشكيلة الموجودة الآن وبالحالة الموجودة الآن من تمازج بين السياسة والقضاء وبين تعيينات أصلا القضاة من جانب مجلس الوزراء، كيف ممكن الوصول إلى مرحلة الفصل؟ ما هي الخطوات كي يكون هناك فصل بين القضاء والسلطة؟ أنا يعني دعيني أقول أنه لا أقلل من شأن أمرين يعني هيك هامين جدا، أولا تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء، وهو من يعني القضاة الذين يجمع عليهم كل اللبنانيين وكل يعني ممتهني القانون في لبنان على مناقبيته وعلى نزاهته وحياديته ويعني كفاءته العالية، ومؤخرا انتخاب الأستاذ مسلم خلاف نقيبا للمحامين. هناك مسار أتمنى أن يكون قد بدأ وأن لا يكون ذلك هيك مجرد صدف. هذا المسار بتبوء القاضي سهيل عبود رئاسة مجلس القضاء وتبوء ملحم خلف النقابة، بإمكان هالشخصين يعني نراهن عليهم للدفع مع إلى جانب إقرارنا لقانون استقلال السلطة القضائية. بعتقد أنه بوجود أشخاص كفؤين ونزيهين وبوجود البيئة التشريعية الملائمة فعلا بتطبق المبدأ الدستوري اللي بيقول أنه القضاء هو سلطة مستقلة، ولكن تطبيق القانون لهذا المبدأ غير موجود حاليا في لبنان، ساعتها بنكون يعني فعلا أعدينا العدة الصحيحة لتنقية الجسم القضائي من الداخل وتطبيق قانون الاستقلالية بحذافيره.
طيب بالانتقال أيضا إلى الشارع أو التظاهرات، على الرغم من يعني المواقف السياسية للقوات اللبنانية، ما زال هناك اتهامات بالشارع على أنه القوات تحاول تحريك بعض المناطق، بعض الأنصار في داخل التظاهرات كذلك أيضا، كيف تردون؟ يعني نحن كنا واضحين منذ اليوم الأول وبلسان رئيس الحزب أنه نحن إلى جانب مطالب الناس المعيشية والحياتية وإلى جانب مطالبتهم بوقف الفساد في هذه الدولة. يعني هودي عنوانين كبيرين، نحن ملتحمين مع الناس في هذا الموضوع ولا نميز بين مناصريننا وبين باقي الناس اللي عم بيعتصموا واللي عم بيثوروا بالشوارع، ولكن نحن عم نقول لمحاذبينا أنه وقت اللي بتكون تنزلوا على الطريق يعني كونوا عم تحترموا النظام العام وكونوا عم تكونوا يعني بدون مظاهر حزبية. ونحن يعني لا ننكر أننا من هذا النسيج الاجتماعي العام الرافض للممارسات، نحن على مستوى المسؤولية وعلى مستوى وزرائنا وعلى مستوى نوابنا نعم نحاول يعني أن نحسن في إداء الدولة وإداء السلطات. جاءت اليوم الثورة لكي يعني ينتقل جزء من هذه المسؤولية كمان إلى جماهيرنا وجماهير جميع اللبنانيين اللي كانوا يشاركونا الرفض القاطع للإداء السابق. سؤال أخير سعادة النائب، حول تصريحات الرئيس عون اليوم، عاد ليتحدث عن حكومة سياسية ولكن أيضا فيها بعض التكنوقراط إلى جانب تمثيل للحراك الشعبي، كحزب القوات كيف تنظرون إلى هذه التصريحات؟ يعني واضح أنه يعني كل الفئات الطائفية والاجتماعية والمناطقية من الثائرين اليوم في لبنان يجمعون ربما على أمر واحد، هو مطلب أساسي وعلى المدى القصير عم بيطالبوا فيه بإلحاح، وعلى هذا الأساس هم رفضوا اجتماع المجلس النيابي اليوم، أنه لا شيء يعلو من حيث الأهمية والأولوية على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة من الأكفاء. أنا أعتقد أنه إساءة تقدير حجم هذه الثورة في لبنان طبع السياسة العامة للسلطة منذ 17 تشرين وحتى اليوم، وأعتقد أنه كلما زادت السلطة والمراجع السياسية في لبنان والدستورية، كلما زادت في إنكار للحالة الشعبية وتقدير الفعلي وتقييم الفعلي لما يحدث وما يتغير اليوم في لبنان، تكون هي عم تمعن أولا بضرب سلطة، ثانيا بتوسيع الهوية بين وبين الجمهور. وأنا برأيي أي سلطة يجب أن تكون لمصلحة الشعب والاستماع إلى مطالب الشعب وللانصياع إلى رغبة الشعب. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من بيروت عبر الهاتف جورج عايس، النائب في البرلمان اللبناني.